السياسة الجديدة التي اتبعتها وزارة البلديات والسياحة في إقليم كردستان خلال الأشهر الستة الأخيرة، والتي تمثلت بالتعاقد مع الشركات السياحية لجلب سياح من محافظات وسط وجنوب العراق، نجحت في تحقيق الأهداف التي سعت إليها. هذا ما أكدته الوزيرة نوروز مولود التي تحدثت عن تحقيق واردات تجاوزت 63 مليون دولار خلال 10 أيام فقط من شهر أيلول الحالي. 211 ألف سائح دخلوا إلى إقليم كردستان خلال 10 أيام من 6/9 إلى 15/9، وكل واحد حسبناها 300 دولار، النسبة النهائية كانت 63 مليون دولار دخل إلى الإقليم خلال 10 أيام. الانفتاح السياحي للإقليم كان له وقعا إيجابيا لدى السياح القادمين من وسط وجنوب البلاد، وإن شكا البعض منهم لعدم حصول تطور أو تغيير على المناطق السياحية وعلى بناها التحتية. سفرة كلش حلوة، تونسنا هنا بأربيل، اجينا شهر عسل، أمان وأسعار مناسبة، كلش حلوة. رحتوا مصايد؟ اي رحنا بالعيد وكلش حلوة، تونسنا هواية. سلطة البي صعوبة تعبرها قبل؟ اي قبل يعني حيل صعوبة يعني، بس هسه الحمد لله شوية زينة، وتعرف الطريق ازدحامات، منشأة تجي حم ازدحام هيك شيء. بالسياحة ما شفت يعني، كل سنة اجي يعني ما شفت شيء تغيري، نفس الشيء باقي يعني المستوى الباقي. ما طرحته الوزيرة من إمكانية استمرار خطة التشجيع على استقطاب السياح في الفترة المقبلة لاقت ترحيب من المواطنين الكرد الذين طالبوا بخطوات أكبر وتسهيلات أكثر لقدوم المواطنين العرب، لما له من أثر في تحسين الوضع الاقتصادي وتقليل حجم البطالة المستشرية في الإقليم. يعني كل يشتغل يعني فنادق، يشتغل سيارة، يشتغل مال التاكسي، يعني عمالون معملات يعني شركات. شيء حلو هذا، يا ريت من زمان، ويا ريت يعني أتمنى قضية السياحة يكون يعني متطور واكثر يعني يهتمون بها، حتى الناس يختلط اكثر ويتعرف على الناس اكثر يعني. بعد سبات عميق، سياحه كردستان تحقق ايرادات واسعه بملايين الدولارات بفضل اجراءاتها الجديده في هذا الموسم السياحي. يوسف المندلاوي، الحره، اربيل.